طيب نروح لنجمنا حسين السيد والمعار زي ما قلت للصفاقسي التونسي معانا على الهواء. اهلا بيك يا حسين والف مبروك. مبروك مش قصه الاعاره، لا مبروك ان انت هنشوفك بتلعب اخيرا. والله حبيبي ميبو شكرا على الكلام انت قلته طبعا في البدايه، و والله الحمد لله يا مهيب. يعني الواحد ربنا بيبقى معاه، ففي الاخر ربنا ما بيسيبش يعني الواحد اللي بقى ماشي مع ربنا يعني، فالحمد لله على كل شيء. دي احسن كلمه تقولها، لكن انت الفتره اللي فاتت ما سمعناش تصريحات من حسين السيد، ما سمعناش كلام على النادي الاهلي من حسين السيد، رغم ان انت لعيب من اللعيبه الاساسيه ما لعبتش، ورغم كده ما تكلمتش. يعني فيك سمات اعتقد ان هي يعني كويسه جدا 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 يفخر بها مسؤول النادي الاهلي. والله يا بص يا انا يعني لما في نفس اللي حصل معايا ده حصل معايا من سنتين ساعه لما طلعت السعوديه، نفس اللي حصل معايا ده، لكن المره دي اكتر. يعني المره دي ما عمري ما اقدر اتكلم، طول ما انا في جوه النادي وموجود في النادي ما اقدرش اتكلم. النادي ليه حق، هو اللي خلى اسمي حسين، مش كلام والله شعار يا مهيب اقسم بالله بجد. بس لولا النادي وانا من صغري في الناشئين ما كانش حد عرفني. بس انا السنه دي الدنيا كان في فتره جه عليا فيها كتير، انا الوحيد اللي في النادي الاهلي كله ما دخلتش سكور ولا ماتش، بالرغم من كده عمري ما اتكلمت، ما فتحتش بقي، ما بقولش اي حاجه، ولا هفتح بقي ولا هتكلم ولا اي حاجه خالص. ربنا وفقني بعرض في نادي الصفاقس، نادي كبير، نادي واخد بطولات كبيره، واخد معظم البطولات، واخد منها كتير جدا. ليا الشرف ان انا رايح نادي الصفاقس، نادي كبير هيضيف لي ليا طبعا حاجات كتير جدا، دوري صعب دوري قوي، وهتعب واعمل اللي عليا، وفي الاخر ربنا موجود وربنا بينصر الواحد في الاخر. رجعت السعوديه قعدت سنه ونص، فترة وانا السعودية الاهلي كلمني ان انا ارجع، بس كنت مرتبط بعقد، فده نجاح ليا، فالحمد لله على كل شيء يعني. طيب قول لي، كان القعدة امبارح اللي حصلت او تمت بينك وبين الكابتن سيد عبد الحفيظ ايه اللي تم فيها؟ والله لا، كان الكابتن سيد كان ساعتها كان العرض وصل، كنا ساعتها بندرس الموضوع وبندرس القرارات، ان نشوف هنعمل ايه، الخطوات بتاعتنا هنعمل فيها ايه، فكنا بنتكلم انا وكابتن كان بنحط اخر حاجه يعني امبارح، فالحمد لله ربنا وفق، ولسه مخلصين يعني الموضوع من ساعات قليله يعني. كان في عرض تاني مع الصفاقسي عربي؟ كان في عرض تاني بس هو ما حصلش فيه نصيب طبعا، بس في الاول وفي الاخر ربنا ده الخير اللي ليا طبعا. كان منين يعني؟ ورحت نادي كبير نادي الصفاقسي، ده كده الخير اللي ربنا كاتبه لي يعني، فانا راضي ومبسوط وراح العب عشان ربنا يكرمني وارجع، نفسي ارجع منتخب تاني. كنت في السعوديه ما رجعتش منتخب، ما خدتش فرصتي، وانا ما اتكلمتش ما قلتش اي حاجه، فاكيد الكابتن حسام مدرب محترم حقاني، كان عارفني، لعبت معاه كتير، لعبت معاه نهائي افريقيا، لعبت معاه نهائيين، فاكيد ربنا يكرمني وهيبص لي بصه كويسه ان شاء الله.